ناخذ انطباع وشعور صاحب السيارة، كيف شعورك وانت مو ماسك الدركسون؟ يا اخي راحة نفسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. اليوم الاول والافتتاح التجريبي لمركزنا في مدينة ابها، وزارنا احد المتابعين عنده سيارة جينيسيس يبغى يفعل نظام الحفاظ على المسار. فعلنا له اياها، الحمد لله اشتغلت 100%. طلع جربها فاستأذنا انه نطلع معه نصور، طالعين الآن إن شاء الله نجرب السيارة على الطريق ونصور لكم إياه. طبعا مثل ما تلاحظون على الشاشة الآن نظام الـ KAS شغال. طبعا نظام الوكالة في السيارة بالنسبة للمواصفات السعودية أنه يعطيك تنبيه، الآن لا، تم تفعيله بحيث أنه يرجع السيارة على المسار. بالنسبة للطريق اللي عندنا الآن ما في خطوط، فما راح يتعامل مع النظام، لازم نطلع على الطريق الرسمي أو الرئيسي، لأنه إحنا الآن على خط الخدمة وراح يشتغل. الآن اشتغل النظام، لاحظوا الآن السيارة ماشية لوحدها، ما في أي أحد ماسك الدركسون، وظهرت لنا علامة النظام المساعد على البقاء في الطريق على الشاشة. إذا ما لمست الدركسون لازم تنبهك السيارة أنه لازم ترجع تمسك الدركسون. طبعا الرادار شغال كمان عشان قدامنا الدينا، والآن النظام يعمل بكفاءة. ناخذ انطباع وشعور صاحب السيارة، كيف شعورك وانت مو ماسك الدركسون؟ يا اخي راحه نفسيه، اقل شيء الواحد يقدر يدور في السياره. طبعا ما شاء الله هذه السياره زي ما انتم شايفين ماسكه طريقها. بصراحه احس ان اللفات الدركسون ما هي سموث، ما هي سلسه، ولكن بوجه العموم هي فعليا قاعده تمشي على الطريق. واللي يحب يبرمج السياره تقدروا تزورونا في مركزنا في ابها، وراح احط لكم باذن الله تعالى عنوان المركز في أول تعليق للفيديو. أتمنى أنكم استفدتم من الفيديو، وختاما نستودعكم الله ونلتقيكم على خير.